تقييمك لوضع سوق العقارات حاليا في مصر عامل ازاي؟ طيب الحقيقه ده سؤال مهم، ويعني زي ما سعادتك تفضلت في المقدمه، ما فيش اسره مصريه ما بتفكرش بالشكل ده، سواء ان هي هتشتري بيت عشان هي محتاجه، او عشان الجانب الاخر ان هي وسيله جيده للمحافظه على قيمه الجنيه والاستثمار في العقار. تقديري ان الفتره دي اللي احنا بنمر بيها هي فتره جيده جدا وفرصه بيمر بيها السوق كل عدد من السنوات لصالح المشتري. المشتري لصالح المشتري. يعني السوق دايما بيمر بساين كيرف كده، احيانا يكون لصالح البائع واحيانا يكون لصالح المشتري، وده امر طبيعي ودولي موجود في مصر وفي الدول العربيه وفي اوروبا بنفس الشكل. فاحنا في المرحله اللي هي تميل الى صالح المشتري. تميل الى صالح المشتري ليه؟ لسببين، لان في عرض ومنافسه، وبالتالي كل واحد بيقدم احسن ما عنده، وانا بشوف المنافسه دي حاجه جيده جدا وطيبه جدا، لانها في الاخر بتحسن من جوده المنتج. طول ما في منافسه يبقى في تحسين في جوده المنتج، وكل مطور بما فيهم المطورين شبه الرسميين اللي بيمثلوا الحكومه بيقدموا احسن ما لديهم. وبالتالي دي فرصه كويسه قوي للاند يوزر، للمشتري، انه يقدر يختار من وسط هذا المعروض. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الحقيقه القدره على التقسيط لعدد من السنوات بمعرفه المطور، يعني المطور من بعد الديفالويشن بقى بيقدم اقساط الى 7-8 سنوات، وبعضهم يصل الى 10 سنوات بمعرفته، من غير ما يكون في بنك. دي الحقيقه فرصه استثنائيه، انا بشوف انها مش هتتكرر، لان لن يستطيع، مش برغبته مش بقراره المطور، ان يعيد اكثر من حلقه عمل على 7-8 سنوات، لان هو معناها ان هو هيستنى على فلوسه بعد ما يخلص مشروع في 4 سنين 4 سنين تانيين، فده هيبطئه. هو مش هيقدر يعمل كده، هو عمل كده فقط لتجاوز مرحله الديفالويشن، فهي مرحله بكل الاحوال جيده جدا للمشتري. اللي عايز يشتري يشتري دلوقتي. حاجه تانية مهمه، ان احنا لو بصينا للي حصل الطبيعي اللي احنا عارفينه، زيادة السنوية اللي بتحصل في أسعار الغاز والبترول وخلافه، هتلاقي أن أي واحد اشترى من شهرين أكيد بقى مستفيد استفادة جيدة جدا ومباشرة نتيجة فرق السعر اللي هيحصل اضطراري بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتشغيل. ده صحيح. ده صحيح.